مرحبا بكم في حلقة جديدة بعنوان النجاعة الطاقية والاقتصاد في الطاقة. النجاعة الطاقية والاقتصاد في الطاقة هذه مقاربة صعيبة، ماشي من السهل تحقيق شرط النجاعة والاقتصاد الطاقة في نفس الوقت، ولكن هي الخيار اللي ممكن نربح به رهان الطاقة في بلادنا. ولكن كيفاش؟ استعمال الطاقة في قطاع البناء كيشكل 36% تقريبا من الاستهلاك الوطني، سواء في قطاع السكن أو في القطاع الخدماتي، بالإضافة لاستخدامها في قطاعات الصناعة والنقل وغيرها. المغرب اليوم كيطمح لتحقيق النجاعة الطاقية والاقتصاد في الطاقة من خلال تخفيض في الاستهلاك وتطوير طاقات جديدة نظيفة والتثمين الطاقي للنفايات. المغرب لا يتوفر على موارد طاقية تقليدية كافية، حيث يقوم باستيراد أكثر من 96% من الحاجيات ديالو المتزايدة في هذا المجال، ولهذا نعتبر النجاعة الطاقية كأهم الحلول من أجل ترشيد استهلاك الطاقة، كما أنها ستساهم في الحد من انبعاثات الغازات الدافئة وتمنع ارتفاع درجة الحرارة، كما أنها تمكن من الحفاظ على المناخ وجودة الحياة. أشنو هي استراتيجيات الدولة فيما يخص النجاعة الطاقية والاقتصاد في الطاقة؟ تعتبر النجاعة الطاقية حجر زاوية استراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، التي تعتمد مقاربة قوامها التنمية المستدامة والتحكم في الطلب على نحو أمثل، مع نهج واحد تقنيات تكنولوجية موثوقة وتنافسية. ولتنزيل هذه الاستراتيجية تم إحداث العديد من المؤسسات والإطار التشريعي الجديد، بالإضافة إلى اتخاذ عدة تدابير من بينها إدخال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، اعتماد واحد توقيت ديال غرينيز زائد واحد، وأسعار الذروة القصوى، وكذا تطوير البنيات التحتية. ما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميع.